من وسط مخيمات ميناء شرف. الحقيقة خدمة الحجاج شرف لا يضاهيه شرف، وهو بحر واسع لا ساحل له. خدمة الحجاج في هذا المكان تتم من عدد من القطاعات. اليوم قبل أن أطلع على الصوت والصورة كان معي أحد الشباب السعوديين، رأيت كيف يوجه الحجاج إلى مخيماتهم وإلى الأماكن الخاصة بهم. للحديث أكثر عن هذا التوجيه وعن الطرق والأساليب والبرامج التي يستخدمونها، خلوني أرحب بحد ضيوف من جمعية الكشاف السعودية. بداية نرحب فيك وتعرفنا على اسمك. عبد الحكيم محمد العقيلي. أولا شو اسمه، عمل الكشافة هو عمل تطوعي، إرشاد الحجاج التائهين وإيصالهم للمشاعر وإيصالهم لمقراتهم وأماكن مبيتهم. عبد الحكيم، اعتبرني اليوم أنا أحد الحجاج، كيف توصلني للمخيم الخاص فيني؟ طبعا يكون في أحد يكون فيها باليد سوارة ويكون معلقة هنا كارت، ندلهم على اللي هي تصير الخرائط معنا اللي معدة من جمعية الكشاف العربية السعودية، من حجاج الداخل، حجاج الخارج، جميع المطوفين، نستدلهم بالأرقام واللوحات الإرشادية الموجودة في جميع شوارع المشاعر المقدسة، ويتم رصد الأرقام وإيصالهم إلى أماكنهم. جزاكم الله خير، نتمنى لك التوفيق. شكرا لك. أيضا معي أحد المشاركين أيضا من الكشافة، هذه المرة ليس عن طريق الخرائط التوجيهية وإنما عن طريق البرامج والتطبيقات. كيف تقومون بعملكم في خدمة حجاج بيت الله الحرام؟ نحن جوات هيئة الرياضة وعندنا البرنامج اللي هو هذا دليلك في الحج. استخدمنا التقنية بحيث أن الحاج بس يحمل البرنامج وخلاص يحدد مخيمه من الخريطة هذه ومن المعلومات الموجودة هنا. ما شاء الله تبارك الله. أكثر الأشياء اللي تواجهونها والأسئلة اللي تلقونها من حجاج بيت الله الحرام؟ مكان المخيم أو مكان رمي الجمرات، هذه الأسئلة المعتادة، فكلها أشياء واضحة. عندنا كشافين جاهزين ومتدربين، يعني يأتون من يوم تقريبا 28-11 لين 13-11، وكله يقومون بعملية مسح منا، وبأيام اللي هو التشريق تبدأ عملية الإرشاد. أبرز الأشياء غير الإرشاد للحجاج، أبرز الأشياء اللي أنتم تقومون فيها ككشافة؟ عملنا اللي هو التطبيق الإلكتروني، تطبيق بحيث أنه يحمله الحاج ويقدر يصل كل الأماكن الموجودة بمنى من خلال التطبيق اللي عملناه، وبرضه عملية الإرشاد وعملية التفويج وعملية إيصال الحجاج. أتمنى لك التوفيق. اللهم آمين ياك، شكرا لك. إذن كان هذا هو حديث أحد الشباب المتطوعين، وقبله آخر كان وهو مهندس كهربائي، يخدمون بكل يسر وسهولة وابتسامة عالية، ووقت وجهد كبير يبذله أبطال الكشافة وأيضا القطاعات الأخرى.